عيلة. عليا عايزة ايه يا بت السعادي؟ الحقيني بسرعة، أمي تعبانة قوي. أنت فين يا بت؟ أنا في البيت. طب خليكي عندك أنا جايالك. وده يبقى اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ ها؟ ده نظام جديد ولا ايه؟ نظام جديد. عندك مانع؟ اللهم طولك يا روح على الميسة. طب قومي يا اختي افتحي الباب عشان عندي مشوار وعايزة انزل دلوقتي. هتروحي فين يا حلوة دلوقتي؟ انت عارفة الساعة كام؟ عايزة الحارة تاكل وشنا؟ اتلمي يا بت واعملي حساب لابوك اللي خلفك ورباكي، ولا انت ناويه على ايه؟ بقولك ايه يا وليه، انت عارفه بقى انا مجنونه اصلا، والعفاريت عماله تتنطط قدام عيني، عفريت رجاله وستات، يعني لو ما قمتيش دلوقتي ورحمه امي يا نبيله. الف رحمه ونور عليها يا حبيبتي. ارتاحت مطرح ما هي راحت، على الاقل ارتاحت من وش ابوكي الفقري. يخرب بيت ابوكي يا شيخه، ما تقومي تفتحي الباب يا وليه، خلينا نخلص. هو انا مش هعرف احكمك يا بت ولا ايه؟ طب ايه اقولك بقى ان مفيش نزول؟ ويا انا يا انتي يا ابويا يا حاج. قوم يا حاج شوف ايه اللي بيحصل. يا اختي بس ما توجعيش في زورك، ابوكي مش هنا، متلقح على القهوه واحتمال يقضي السهره هناك، وعارفه لو جه مش هفتح له. ليه بقى؟ عشان كيفي كده، مزاجي كده. اختي يا حلوه، يعني انا وانتي هنا لوحدنا؟ ايوه. وسلسنا ان شاء الله هيبقى الشيب. هتعملي ايه مجنون؟ هات المفتاح يا انا. اوعي يا بنت، هات المفتاح يا بنت. يا بنت يا بنت، خدي يقطعك. هديتي نفسي. المره الجايه يا اختي هبتي في المشروع. ايه اقولك بقى؟ جاتك القرف، نسوان ما تجيش غير بالسك. يا بنت الكلب، ماشي يا بنت متولي، مش هعديها لك ابدا، وده يبقى على مرح ان ما كنت اخليكي تقولي حق برقبتي. يا لهوي يا لهوي يا نيس، الحقوا يا انتي. فين ايه؟ يخرب بيت يا ليلى. امي وقعت مني، مش عارفه اعمل ايه. طب بس انتي حبيبتي، اهدي ربنا يكرمك. سلامه، ايه يا سلامه، يا سلامه. يا بنت يا لالا، جعلي اللي انتي فيه ده، ايه اللي حصل فيه؟ ايه ام البنت عليا تعبانه قوي، عايزين نوديها المستشفى. توصلهاش ربنا يكرمك. يا نهار اسود، طب نازل لك حل، نستنى. طب يلا. يا الله. اهدي يا بنت، اهدي عشان خاطري، ان شاء الله هتعدي وهتبقى كويسه. بقول لك ايه، انت عارفه امك دي هتفضل عايشه ومثبته في الدنيا لحد ما توصلنا واحده واحده وتكفلنا بايديها. يا بنت بس بقى يا بنت. طب والنبي ومن نبي النبي نبي، تلاقيها مصاحبه واحد في المستشفى رايحه تطمن عليه. يا خيل عليكي، رايحه جايه من المستشفى كل يوم والتاني ده كلام؟ اضحكي بقى. ان شاء الله هتبقى كويسه يا حبيبتي، ان شاء الله. ايه بس الحاجه فين؟ اخويا، اخويا تعبانه. ايه هتنزل لوحدها على السلم يا خفيف؟ مش تطلع تسندها ولا مش انت الراجل ولا ايه؟ طب صدقي يا بت، انت كل حاجه فيكي حلوه ما عدا لسان اهلك ده، وان شاء الله اقطعهولك. ان شاء الله. بقى يا حاج، على مين؟ على مين؟ بالراحه. حاسب السلمه دي بالراحه. بالراحه يا خالد. على مين؟ يا انا. يلا خلاص قربنا اهو، قربنا. سلامتك يا ماما، معلش. ليلى، عليا، يا جماعه في ايه؟ خير ان شاء الله. خير خير في ايه؟ اللي في عليا مالها؟ امي تعبانه قوي يا خالد. سلامتها حبيبتي، الف سلامه. سلامتك يا خالد. يا ولا طب عدي انت الاول، عدي عدي. اوعي يا باشا، خش ورا ورا. يلا. ايه؟ حاسبي الكاسمه، يخرب بيتك. يلا بقى. طيب طيب، ما تسربعنيش. سلامتك يا خالتي. سلامتك. ازيك يا سلام؟ سلامة، المستشفى دي شكلها غالي قوي. اعمل ايه بقى؟ اقرب مستشفى لقيناها.
يلا خلاص وصلنا اهو. باشا نبقى باشا معانا حالة طارئة بس ست كبيرة. ألف سلامة. اتفضل يا أمينة السمارة. هيك. طب بعد إذنك تطلعها أوضة. طيب الست هتموت. عايزين 1000 جنيه تحت الحساب. 1000 إيه؟ 1000 جنيه يا باشا. بقول لك الست هتموت. طب نطلعها أوضة وبعدين نتكلم مع بعض. ده النظام. يا عم نظام إيه بقول لك؟ طب طلعها الأوضة وأنا هروح أجيب لك الفلوس. حضرتك تجيب الفلوس وبعد كده نطلعها. يا عم هو في ايه؟ الراجل بيقول لك الست بتموت وعايزه تكشف، تقوم تقول له 1000 جنيه ايه؟ انت ما بتفهمش. ايه ما بفهمش دي؟ يا عم وطي صوتك، انت بتكلم حرمه في ايه؟ انت مش شايف بتقول ايه؟ بقول لك ايه؟ ويمين الله ما هي دافعه ولا مليم وهتطلع تكشف دلوقتي، ايه قولك بقى؟ خلاص اعملوا اللي انت عايزينه. خلاص يا ليلى، ايه دي وانا اظبط الدنيا. هتصرف ازاي يا سلام؟ يا بنت هروح اجيب فلوس واجي بسرعه خلاص. ما انت عبال ما تروح وتيجي تكون الست فرفرت وماتت، ده كلام برضو ولا ايه؟ هو ايه؟ مفيش رحمه؟ احنا في مستشفى ولا فين يعني؟ انا عايز اعرف. فين مدير المستشفى؟ حد يرد عليا يا مدير. انت مجنون ولا ايه؟ مجنون. مين دي اللي مجنونه يا عم؟ تحترم نفسك في ايه؟ انت مش شايف بتقول ايه؟ اه؟ طب والنعمه شايفه تشوف الجيران على اصول؟ انت يا مدير هتقولي وزير الصحه، انت يا راجل. في ايه؟ في ايه يا صابر؟ ايه الخرخه دي؟ شوفوا الاستاذه. انت المدير؟ ايوه. يصح يعني الست تبقى بتطلع في الروح وبتفرفر وبتموت مننا ونقول له عايزين نكشف عليها يقول لنا لا هاتوا 1000 جنيه الاول؟ ينفع الكلام ده؟ يا عم طلعوا الست دي بره. أم طب ورحمة أمي ما أنا ماشية من هنا غير لما أجيبوا وزير الصحة. يا وزير الصحة يا لهوي مدير المستشفى بيتحرش بيا. بيتحرش بيكي؟ بتتحرش بمين يا عم أنت؟ في إيه؟ إحنا مش في مستشفى محترمة ولا إيه؟ أنتوا ناس مش فاهمين الدنيا فيها إيه ولا بتخش أعملها معاك يا عم أنت؟ بس بس خلاص خلاص تعالوا ورايا. أه نيجي وراك. تعالى يا حاجة على الطلاق اللي قعدك في سويت. حياة اللي خلفتك يكون مبيتك في الحجز. 1000 جنيه يا معفن. طب ما تروح تتفلى الاول بقرعتك دي. ما تيجي تفليني انت. افليك كتكنيله. ما تفتحوا اللي جوه. ما بتفتحوش ليه؟ اهلا يا ابو السباع، انت شرفت ولا في ايه؟ جرى ايه على المسا؟ طبعا ما انت مش دريان بحاجه، نايم طول النهار زي الخروف وبالليل متلقح على القهوه ومش عارف بنتك، بنتك اللي هتجيب لك العار عملت فيا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ بنتك يا اخويا ضربتني وبهدلتني وشتمتني وقامت خرجت، قلت لها رايحه فين يا بنت الحلال؟ مالكيش دعوه. طب يا اختي عشان ابوكي، ابوكي اقول له ايه لما يرجع وهو مش لازم يعرف؟ طيب طيب يا عيب يا حبيبتي، عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده يا اختي، راحت قالعه الشبشب وسمعتني من منقي يا خيار. الله الله الله، وراحت فين دلوقتي؟ وانا عارفه يا متولي، انا عارفه يا اخويا، المره الجايه ممكن تجيب سكينه وتروح غزاني بيها، وانا يا اخويا خايفه على عمري اعمل ايه؟ لا يا متولي، البت دي يا اخويا هتجيب لك العار، واحنا سمعتنا زي البلانت في الحاره، الكبير بيحترمنا قبل الصغير، مش هتيجي على الاخر وتجرسنا يا متولي. مالك يا بنت في ايه؟ مالي يا اخويا؟ جاي من الهم والغم والتعب، هيكون مالي؟ هو يعني بقك ده ما ينفعش يقول كلمة حلوة أبدا. طبعا ايدك ما تحطش ايدك عليا، جدتي مش خالصة لليلادي. ايه يا اخويا؟ الغندورة خلاص مش عايزاك لليلادي، مش طالباك. لا بصراحة أنا ليا مزاج فيك أنت النهاردة. أنا بقى ماليش مزاج في حد ومش طايقة حد، وأنت بقى إن كنت راجل تطلقني.
انت اصلا لو راجل تطلقني. يا اختي يا اختي كاميلا، بقول لك ايه يا روح امك، اوعي تكوني فاكره يا اختي ان هو مقعدك هنا علشان سواد عيونك. لا اصحي يا ماما، هو متويكي بس علشان خاطر ابوك العيان. لا مالوش دعوه بابويا العيان، يطلقني وانا هتصرف. بقول لك ايه، عملت بكام النهارده؟ ما عملتش حاجه، اوعى ايدك، كنت تعبانه ومصدعه. كذاب كذابه في اصل وشك. الواد خرابه قال ان هو شافك وكنت شغاله زي الحلاوه. هي اصلا ما بتجيش الا غير بالعافيه، غير العافيه. خلاصي اوعى ما تمديش ايدك. كنت تعبانه ما اشتغلتش النهارده، لكن قرف مش كان الطيب احسن. يلا حبيبتي يلا يا روح. بس واحدة ليا، ده انا واحدة ليا. حضرتك طلبت حاجة؟ لا لسه ما طلبتش بصراحة، بس ممكن انت تطلبي لي. شكلك اول مره تيجي هنا، اصل انا اول مره اشوفك في المكان. على فكره انت لمحه قوي، انا فعلا اول مره اجي هنا. عموما نورت المكان. ده المكان منور بيكي يا عم. طب قولي ايه مالك؟ في ايه؟ اختك مش عايزه تجيبها لبر يا جليله، وانا بصراحة كده مش عاجبني تصرفاتها. طب معلش اهدى، سيبها لي انا هتصرف معاها. المياصة اللي انت فيها دي مياصة ايه؟ انا كنت باخد اوردر بالك ساعة؟ وبعدين الاوردر ماله مال الدلع والقصعة اللي انت فيها دي؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اكشر في وش الزبون عشان يدفش، ولا اشخط فيه، ولا اقول له ايه اللي جابك هنا؟ ايه القرف اللي انا فيه ده؟ سلمى اللي بتعمليه ده غلط. هو انا عملت ايه؟ لعلمك بقى انا زي اي حد هنا في المطعم، وكل البنات بتتكلم مع الزباين، غير انت بس شاغل بالك بيا زياده حبتين. انا جوز اختك، يعني زي اخوكي بالظبط واخاف عليك. لا ما تخافش يا حبيبي، انا عارفه كويس انا بعمل ايه. اسمعي مني، اللي بيجوا هنا دول عايزين يقضوا وقت مش اكتر، محدش فيهم هينفعك. هو انت بتقول ايه؟ حاسب لكلامك، انت غلطت ولا ما بقتش قادره استحمل بقى؟ سلمى انا بكلمك بالراحه، لكن بعد كده هو انت هتعمل ايه يعني؟ هتضربني ولا هتطردني من البيت؟ هضربك واطردك لو الامر حكم يا سلمى. وطي صوتك. لعلمك بقى ان الشقه اللي انت قاعد فيها دي شقه ابويا الله يرحمه، وانت اللي قاعد معانا مش احنا اللي قاعدين معاك، ولولا كده كان زمانك بتلم من هنا ومن هناك وبرده ما كنتش اتجوزت. كانت بتقول لك البت دي؟ ما قالتش حاجه، انا عازرها. يا فتحة أنا مش عايزاك تزعل منها، أنت عارف إنها مجنونة ومخها مش فيها. لحد إمتى؟ عشان خاطري أنا استحمل. العيش معاك 1000 جنيه يا أبو أحمد، والله أتصرفك بجملك بكرة. والله يا سلامة ما معايا أي فلوس، جهاز البيت خد اللي ورايا واللي قدامي. ده انا عليا هم ما يتلم. محمد يا نهار اسود، بتكلم مين يا محمد؟ ده سلامه سواق بتاع سعادتك سعاده الباشا. سلامه، ايه اللي جابك دلوقتي يا سلامه؟ لا باشا مفيش حاجه، انا عايز سعادتك. تعالى تعالى هنا، اما اسالك سؤال تجاوبني. بصراحه سعاده الباشا سلامه كان عاوز فلوس. بس يا فلوس. خلاص خلاص خلاص، ما تزقوش قوي كده. فلوس ايه؟ انت مش واخد مرتبك؟ واخده يا باشا، ربنا يخليك لينا. طيب فلوس ايه اللي عايزها؟ بصراحة يا باشا في ست غلبانة عندنا في الحتة، ست زي أمي يعني، تعبت وخدناها المستشفى، والمستشفى عايزين 1000 جنيه تحت الحساب، وسعادتك عارف تبيض وغطاها يعني. مستشفى إيه يا سلام؟ يا ابني اتكلم اتكلم، مستشفى إيه؟ أنا هعرف أتصرف. عملت لك كوباية شاي إنما تستاهل بقى. يوه، هو انتي مالك يعني كده مش طايقاني وشايله مني؟ مان يعني والنعمه بحبك قوي.
اشيل منك انت بتاع ايه بقى ان شاء الله؟ ايه يا حبيبتي؟ انت مش شايفه نفسك ولا مش شايفه نفسك؟ لا فوقي. مالك يا اختي بتتعصبي بسرعه وتفوري كده ليه؟ اقعدي بس نتكلم، اقعدي بس نتكلم مع بعض كلمتين. وانت عامله يا اختي كوبايتين شاي ليه ان شاء الله؟ جايه تصاحبيني ولا تصاحبيني؟ ومش 100 مره قلت لك ما تعمليليش اي حاجه بين ايديك المعفنه دي؟ انا اش ضمني تحطي لي حاجه كده ولا كده ولا تسميني هتكل ارض. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه، ربنا ياخدك انت والمخفي. بتحاسبيني عليا يا بنت؟ طب انا هوريك، استني عليا اما ربيتك يا بنت. عليا اقطع دراعي اما كنت نازله مخصوص عشان الولد. اخص عليكي اخص، وانا واطيه برضو ضمها حتى هي اللي مربياني والمصحف. اسم الله. طب ما هي مربيانا انا كمان والمصحف. يا بنت قولي يمكن اساعدك. يا لهوي يا هاله، يعني ليلى كلامها صح؟ انت نزلتي عشان الواد سلام مش عشان امي التعبانه؟ يا جبروتك انت متاثره قوي كده ليه؟ طب نزلت عشان سلام اتبطي بقى. شفتي الواطيه؟ لا واطيه واطيه صحيح واطيه. بتحبي يا بنت؟ والنبي ما اعرف. ما تعرفيش ده ايه؟ ما تقولي واحنا غرب. وحياه امك ما اعرف، بس بصراحه الواد عاجبني، بيلبس حلو كده وريحته حلوه وعليه حته جين عربيه. يا نهار اسود، انا اول ما ركبت العربيه دي حسيت ان انا بنت ناس نظيفه قوي كده. انت هبه ولا بتستهبلي؟ ليه؟ ايه عربيه ونظيف وايه الجو ده؟ بتحبيه ولا بتحبيهوش؟ هي العربيه العربيه، ولا بتحبه ولا بتنيل. صدقي وتأمني بالله الواد سلامه زيه زي اي واد في الحته، ما يفرقش عنهم حاجه غير ان معاه العربيه اللي انت حاطه عينك عليها دي. بس عشان تبقي فاهمه، العربيه دي شغله، يعني ما يقدرش يتحرك الا لما ياخد الاذن بتاع الرئيس بتاعه. ها حطيها في دماغك كده. وفيها ايه يا اختي؟ عادي على فكره. وبعدين شفت حد انضف منه في الحاره وقلت لا. بصراحه هو الواد انضف واحد في الحاره. شفتي؟ بس يعني الواحده ما تفكرش كده، مش كل حاجه الفلوس. لا كل حاجه الفلوس، واحلى حاجه في الدنيا كمان الفلوس. ايه رايك بقى؟ اه والله العظيم دي احلى حاجه في الدنيا. نايمين انت بس كده على كام 100 الف جنيه وشوفيني انا هعمل ايه. ده انا هسوي الهوايل هولعها. كام الف جنيه؟ لو انت بروحك شفتي الالف، ما تتكلمي عن كام الف. حشي يا بنت، حشي العز اللي انت متمرمغه فيه واحنا مش واخدين بالنا. كاتك 60 نيله، ما الفقر محصل بعضه يا اختي. متمرمغه في احمد عز. يا عسل. صدقي وتأمني بالله. لا اله الا الله. انا ما ضحكتش كده من ساعه مامي ماتت. شكلي نسيت الضحك ولا ايه؟ مش عارف. يو بقى يا ليلى، ما كفايه الهم اللي احنا فيه. على رايك. هو الاستاذ معاكوا لسه ما جاش؟ لا لسه ما جاش، بس ابنه جاي. اقول لك على حاجه، لو ما جاش خدنا رهن. لما يجي خليه يعدي على الحسابات. النبي لا خليه يعدي، ولو ما عداش هو نعدي احنا، ما تقلقش. يا لهوي. الواد منشي منشي منشي. ده ايه؟ ده قمر لوز العنب. يا بنت اختشي. مالك يا اختي عامله لي زي عسكري الدرج كده؟ هو انت مش مزه زينا ولا فيكي حاجه غلط ولا ايه ظروفك؟ قولي لنا. مش مزه انا خالص. ليه؟ اقول لك الصراحه. هو بصراحه الواد قمر قمر. شفتي؟ اعترفي بقى. بقول لكم ايه؟ عارفين يا بنات؟ انا لما كنت في المعهد كان في واد كده زي القمر، تعاملنا معاه جو كده، واد ايه؟ والكعبه قمر قمر. يا بنت اللذينة احكي لي، انا بحب الحكايات دي قوي. او انا بحكي عاليه، انا كنت اسمع عن حب الطلبه ده ونفسي اعرف موت بيعملوا فيه ايه. ده حب عذري يا بنت. حب عذري؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ حب محترم يعني. محترم ده ايه؟ يعني ما بسكيش؟ ولا مسك ايدي طبعا. ايه ده؟ يخرب بيتك، امال بتحبي ليه؟ هو يعني لازم اقبح علشان احب؟ اه لازم تقبحي، وفي احلى من قبحه. انت هتخلي نعلي صوتنا؟ طبعا. يا نهار اسود، انا ما كنتش عارفه انك كده يا ليلى. ليه توكسي؟ انا بتكلم بس، بس ما فيش فعل خالص. ادينا بنسمع. انت عارفه يا بت، وانا نازله الشغل الصبح اشوف البيت والبت ماسكين ايد بعض كده ومأنجزين بعض، البت تبقى معرقبه ومعفنه ورجلها معصعصه والواد خايل كده وقمر وماشي جنبها. اقعد انا بقى ايه بنفسن عليهم. ادينا بنتفرج على الدنيا من بره، بس تصدقي وتأمني بالله هموت وادخل الدنيا من جوه. يا اختي الحمد لله على الستر. اسم الله يا ساتر. هو احنا يا اختي طول ما احنا مرزوقين في الحاره دي هنشوف فيها حاجه عدله؟ كانت 60 نيله. خلاص علي، انا دفعت فلوس. متشكره قوي يا سلامه، اول ما النهار يطلع انا هروح ابيع الخاتم واجيب لك الفلوس كلها. لا لا، ولا تبيع ولا تشتري يا اما. خلاص الباشا كلم المستشفى ودفعه الفلوس. انا لازم اكلمه واشكره، ده راجل طيب قوي يا بنت. ولا تكلميه ولا بتاع، انا بقول له بالنيابه عنك.
لا يا رب يستره يا رب ويرزقه بفلوس كتير قوي تعوضه. اصل انت مش فاهم يا سلامة اللي عمله ده حاجة كبيرة قوي عند ربنا. ازيك يا سلام؟ ازيك يا اختي؟ تحكي عليها يا بنت انت وايه؟ أنا مش متضايق منها والله يا جليلة، أنا خايف عليها. أنت عارفة أنا عمري ما أكره أي حد من ريحتك أبداً. وأقول لك هي عندها حق، أنا فعلاً قاعد في ملكها. لا طبعاً مش ملكها، أنا ليا في البيت ده زيها بالظبط. إيه يعني هو كان أبوها لوحدها؟ يا جليلة أنا مش زعلان من كلامها، أنا بس عايزك تفهميها إن في حاجات لازم تاخد بالها منها وتحطها في اعتبارها. انت عارف حل البنت دي ايه؟ ايه؟ تتجوز. والله ربنا بعت لها حد كويس، انا هعمل اللي في موضوعي كله ومش هتاخر، وعد مني. بقول لك يا فتحي، انت يعني الناس كلها بتحبك وعندك اصحاب كتير، مفيش كده يعني حد ينفعها؟ اختك مش عايزه كده، اختك عايزه تتحب وتحب يا جليله. ده كلام، وبعدين هي ما عادتش صغيره، هي بتعزز نفسها بس يا فتحي. شوف انت بس كده حد كويس ولمحه. والله العظيم دي بنت كويسه وقلبها ابيض وزي الفل وهتعيش وتعمر. يا نهارك اسود، بتدللي عليا يا جليله؟ هي دي اخرتها؟ اختك ما تقصدش يا سلمى. لا تقصد، وبعدين مين قال لكم اني عايزه اتجوز؟ انا مبسوطه كده، ولا انتوا عايزين تخلصوا مني عشان البيت يخلالكم؟ لا انسي، وبعدين حتى لو اتجوزت انا مش همشي، هقعد انا وهو هنا في ورث ابويا، مش هسيبهولك انت والمحروس تهنوا بيه. طب اقول ايه بس؟ ربنا يهديها. يلا يلا خلينا ننام. وحياتي اول ما جيني فلوس لانزل واجيب لك احلى جهاز في الدنيا. يا ماما مش عاوزه حاجه، وبعدين انتي شايفاني هتجوز بكره الصبح. يا بنتي ده انت حلوه زي القمر، وما هيعدي عليك السنه الا وانتي متجوزه وشايله كمان، وبكره تقولي امي قالت. لا لما سدد عليا الاول، انا حسابي تجل. يا عم حساب ايه؟ الحساب يوم الحساب، كلها كوبايه حمص الشام. يا مالك يا عزوز شايل الهم كده ليه؟ هي الدنيا كده حاطه علينا من الهم رقات، وبعدين معلش يوم ليك ويوم عليك، يوم تبقى جعان ويوم تبقى شبعان، هنعمل ايه؟ ادينا كلنا شقيانين يا بوي. كل ده هم خارج من خشمك. هقول لك ايه بس يا عزوز، والنبي لولا ان قتل النفس حرام كنت يا اخويا قتلت نفسي. لا يا بنت الناس، لو هتعملي كده ده انت اللي بتفضحينا لما بكون مكشمين. هعمل ايه بس؟ والله العظيم العيشه بقت زفت وهباب، والنبي ما عدتش مستحمله. جابي بغضك قطع بقى وقطع سيرته، ما تجيبش سيرته على الصبح لليوم بيتنحس. انت بتعمل هنا يا شاب؟ بشرب كبابة حمص. كبابة حمص؟ ومحلاش الحمص بروح امك تشربه، انا غير متعزي جنبيها. يا حمي اتكلم كويس يا شاب. سيبوا يا عزوز، حكموها محروق من ليله امبارح. اتلم يا بيت. اتلم انت يا اخويا، ولو انت راجل صحت تستتني زي ما الرجاله بتستت نسوانها في البيوت، مش واكل عرقي انت والوسخه اللي انيها في البيت. الله يسامحك يابا، بلتني ببلوه سودا. تعالى هنا يا ولية. تروحوا فين؟ اوعى. نزل يدك يا غلط. اوعى ايدك. انت في الشارع مش رجوله دي يا شاب. انت اللي هتعلمني الرجوله يا ابني. بقول لك ايه؟ صبرني يا رب، هضربك يا جابر. انت تضربني؟ ايوه. انت لو راجل صحيح وعندك نخوه ما تلزقش جنب الحريم وتبصبص لها. وانت لو راجل صح نزل يدك عنها وكنيها في البيت وتنزل تشتغل مكانها يا جابر، مش تنام على بطنك زي النسوان. ايوه. انا هفتح بطن امك. تفتح بطن امي؟
تضرب يا شمس. ليلى مش عايزه تراب، عايزه المحل يبرق. حاضر يا فندم. في فوق هيجي مع مسيو حسام، انت عارفه حسام طبعا. يا فندم، ده احسن مرشد سياحه بيجي عندنا بصراحه، كده وشه حلو وبشوش ورزقه واسع. طيب طالما انت حباه قوي كده، اروح انا اشوف مشاويري، ولو احتجتي حاجه كلميني. اوكي، تحت امر. يلا باي. بالسلامه يا فندم. ازيك؟ ازيك انت؟ الحمد لله. تعرف يا ليلى، لما بشوفك بحس ان الدنيا وردي وردي كده، زي سعاد حسني بتقول في الاغنيه. طب تصدق وتامن بالله، انا برضو لما بشوفك بفتكر اغنيه الاستاذ عبد الوهاب، الدنيا ورده بيضة. طب بص بقى، انا في معايا فوق ايطالي، انا عارف انت بتحب الطليان جدا. ده انا بموت فيهم، اصل بيني وبينك دول شبهنا، عاملين زي المصريين كده، بيتكلموا كتير ودمهم خفيف كده وظراف، مش زي الفرنساويين، بعيد عنك سم دمهم تقيل قوي. هي في مدام منى راحت مشوار، بس وصيتني عليك هعمل لك اللي انت عايزه. اوكي حبيبتي، نخرج اجيبه. علي، بونجورنو. كومو ستايا سينوريتا؟ كومو ستايا؟ ايوه ايه يا اختي، نمشيتك كحلي ولا ايه؟ وحياتك ما نمت طول الليل. يا عيني، انا عارفه ان امك كانت تعبانه. هي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، انا كنت نازله اشق عليها دلوقتي. ما تيجي تعالي ادخلي. لا مش فاضيه، يعني مش هينفع تعدي عليا النهارده؟ ليه، في ايه؟ عايزاني في حاجه؟ كنت عايزاكي كده يعني تظبطيني حبه. من عينيا الاثنين. يعني استناكي؟ عايزاني الساعه كام؟ كل ما كان بدري كان احسن. سته كويس. هو دي اختي اللي بدري؟ طب عايزاني الساعه كام؟ بعد الظهر على طول، عشان بقول لك ايه، عايزاكي تعملي لي احسن حاجه عندك، مش الحاجه الوقيع بتاعتك. وحياتك، كل اللي عندي غالي ومستور عليا. انا نهايته، هستناكي، اوعي تتاخري. ماشي؟ طيب ماشي، باي. استاسولا اولا اورا جراتس جراتس. عندهم جولة حرة بس كده لمدة ساعة. يضايقك لو قعدت معاك شوية؟ وإيه اللي هيضايقني؟ مالك قفشة كده ليه؟ قفشة إزاي يعني؟ يعني المفروض عارف إن أنت بنت بلد، يعني تقولي كلمتين حلوين كده. أقول لك إيه يا أستاذ حسام، ما أنت قعدت خلاص. يعني قولي لي أهلا وسهلا يا أستاذ حسام، نورت المكان، ظلمت المكان، أي حاجة. والنبي أنت فايق على الصبح وأنا مش فايقة. مش متعود أشوفك كده. مالك في إيه؟ من الهم. هم؟ هو الهم ده حاجة وحشة؟ النبي إيه؟ ده حاجة حلوة جدا. لا والله. جدا. الواحد لما بيكون مهموم بيبقى مخنوق ومتضايق ومتعصب، فبيدور بقى على حد يشكله همومه دي، يفضفض معاه فيرتاح له، فيعجب بيه، فيحبه، فيتجوزه، فيجيبه عيل صغيرة. شفت بقى الحياة بسيطة إزاي؟ بسيطة للي زيكم، إنما للي زينا صعبة ومعقدة كمان. زينا وزيكم؟ ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. يعني بسم الله ما شاء الله كده، الله اكبر. انا ما بحسدكش ولا حاجه ولا بحقد عليك ولا حاجه، بس يعني واحد زيك عنده بيته، بيروح مرتاح، ما حدش بيصدعه الصبح لما يصحى من النوم، ما بيتزنقش كل شهر كده في قرشين كل اخر شهر، عايش مرتاح يعني. ولا انا شكلي فهمتك غلط، كنت فاكرك اذكى من كده. والنعمه الشريفه ما هتشوف في مصر المحروسه كلها اذكى مني. يعني انا بقالي سنه باجي المكان ده ومعرفتش انها زي زيك؟
زيك زي ايه بس يا حسام بيه؟ عيب الكلام ده، بص لنفسك يعني. يا بنتي انا اصلا من باب الشعريه. اه والله، ودايس الدنيا دي كلها. لا والله. طب انا بقى من بولا ابو العيلة، ومش بس دايسه الدنيا، ده انا هرسها هرس، وما بحبش سهوكه الرجال. ها انت عارفه اكتر حاجه مش بحبها فيكي ايه؟ ان انت فعلا مش فاهمه قيمه نفسك. هو انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ فيلم ايه يا بنتي يا ليلى؟ باين حافيه على جسر الدهب. ايوه. قولي بقى انت مين فيهم؟ حسين فهمي ولا عادل ادهم؟ عادل ادهم يا قطه. صحيح، قولي لي انت بتتكلمي كام لغه؟ وايه دخله في اللي احنا بنقوله؟ لا قولي لي بس بجد. انجليزي وفرنساوي وشويه كده ايطالي. طب وايه الشهاده اللي معاكي؟ ما بلاش بقى احراج، اعداديه بس. وحياتك عندي انا معلمه نفسي بنفسي، ومتعلمه اللغات عند مدام منى هنا. انت عارفه ان في بنات كتير قوي قوي اهاليهم بيدفعوا الفلوس في الجامعات والكليات عشان يتعلموا لغه واحده بس من اللي انت بتتكلميها؟ طب ونفعني في ايه؟ شوف لي شغلانه من اللي هما بيشتغلوها. احنا بلد شهادات يا باشا. يا بنتي حبي نفسك شويه. احب نفسي هنعمل ايه؟ يعني اعرفي ان انت حاجه كويسه. اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه وانا مش حاطك ده حقك؟ لا طبعا، انا ما اخدش حاجه من غير ما اقول لمدام منى. افرض زعلت مني يا ستي. وايه اللي هيزعل مدام منى؟ اتفضلي. لا لا، لازم هي تقول لي اه. طيب انا قايل لمدام منى ان انا هطلع لك نسبه من الفوق اللي جاي، وبساليها. اتفضلي. حلوة قوي يا بنتي يا ليلى. اوعي يا ابن الكلب. يا ابن الكلب يا ابن الكلب، ده انا هتفني في الحياة يا فاكرة. عيلة الرجالة، انا قلت رجالة اللي بتاكل من عيلة النسوان. انا هقلع اوعى في بقلب واللي بقلب فين؟ اخرجك سيب بقلب. اوعى ايدي يا ابن الكلب. اوعى بقلب، اوعى بقلب، اوعى بقلب. اوعى اما جبت عجلك يا جبل انا. ايدي يا تميمة، تعالي يا تميمة. انت اتهبلتي يا بش؟ انت عايزه تموتي كفره؟ اه؟ وانت صدقتي ولا ايه؟ يا جبروتك، انت كل ده كان نمره؟ امال يعني انا هموت نفسي واروح في داهيه عشان المعفن المصديه اللي انيها دي؟ طب افرضي بقى ما كنتش جريت عليك ولحقت، كنت هتعملي ايه؟ اكيد يعني اهل الحركه كانوا هيلحقوني ولا هيسيبوني اموت كفره يعني. واقول لك ايه؟ نبي يعني تجيبي لي هدمه من عندك كده، لو ما فيهاش مضايقه كمان اخش استحمى. من عناية. استنى بقولك انا احطلك الحاجة في الحمام وانت اعتبريه بيتك بقى. عنك انت، ربنا يخليكي يا رب. هو انت نازلة ولا ايه؟ اه هروح اعدي على امي وبعدين اشوف البت سامية عايزاني ضروري في ايه. بقولك يا علي، ما بلاش البت سامية دي، بت كده عوجة ومشيها بطال شمال يعني. بصي بقى، عوجه ولا بطاله ولا حتى عدل، انا ماليش دعوه، انا بعمل شغلي وبمشي. ربنا يتوب عليكي ويتوب عليا يا رب. والنبي عليا، ده انت زي القمر وزي الفل وزي الشمعه المنوره، يعني تستاهلي كده تعيشي في حته نظيفه، حاجه كده تليق بيكي، مش الحته الزباله اللي احنا فيها المعفنه دي. والله ما في زي اهل الحاره يا تميمه. انا ما قلتش حاجه يعني، بس برضه الحاره دي فيها ناس عايشه زي الفل وربنا نصيفهم. يلا ربنا يبعت لك اللي يسعد قلبك يا رب. أحيي المية ساعة كده ليه؟ اه معلش، السخان بايظ. خدي بستلة المية حطيها على البوتاجاز. بوتاجاز ده ايه؟ أنا عايزة البابور يعني يونسني كده ويدفي الحمام. طب استنى. امسكي أهو. ماشي، شكرا يا أختي. بقول لك إيه يا تميمة؟ نعم. هو الجواز وحش قوي كده؟ طين وزفت وهباء. عارفه الطين كده لما يبقى من عصف اللي
في الطين يعني، ورجلك تيجي في الطين وما تعرفيش تطلعي منه، هو ده الجواز. يخرب بيتك. يا دي النيلة، حتى البابور ما فيهوش جاز، ونسيت اسألها ان كان في جاز ولا لا. الخيبة دي واللي خلق الخلق. انا لو مكانك كنت مرمطت بكرامتها الارض وخليت اللي ما يشير يتفرج. وانا اللي عملت ده شويه وليا؟ وانت عملت ايه بلا خيبه؟ الموقوف موقوف. مالك يا وليا في ايه؟ اتشطر يا اخويا عليا انا، اتشطر. ايوه، ما هو اللي مش قادر على الحمار يتشطر على البردعه. عليا الطلاق يا نبويه. كمل لو راجل، كمل. طلعني يا جابر، بس خلي بالك انا مؤخري 15,000 جنيه، يعني تطلقني من هنا تديهم لي يا اخويا في ايدي من هنا اهو. والعرش اللي انت نايم واكل شارب عليه ده انا اللي جايباه، يعني بتاعي من حق. اسمع يا جابر، البنت دي ملهاش قعد معانا هنا من النهارده. انا ايه يا اخويا اللي خليني اعيش مع ضره؟ خلاص يعني. طب ولما ابوها يتنيل يجي هنقول له ايه؟ يتنيل ابوها انا مالي؟ هو كان بيصرف عليا اخويا ولا بيصرف عليا؟ يروح يتاوى في اي حته هو كمان بلا نيله. الله، طب على الله تبقى هي. وديني لو هي هفرفها شغلها النهارده، انا هتويها في المخروبه اللي احنا عايشين فيها دي. ها، اهلا. اتفضل يا شيخ. اهلا وسهلا. السلام عليكم. يا رب يا ساتر. اتفضل. اهلا عم الشيخ. اهلا اهلا. ازيك يا جابر؟ يا ازيك عم الشيخ. اهلا وسهلا. ازيك يا اهلا عم الشيخ؟ اتفضلوا. نهاركم ظريف. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا. شوف يا عم جابر، من الاخر كده وعشان اكون صريح معاك، اللي حصل ده ما يعجبش حد ابدا. عيب اللي انت عملته ده، عيب. تميمه مهما كان مراتك، يعني كرامتها من كرامتك. عن اذنكم هعمل شاي. هات من الاخر يا عم الشيخ. شوف يا جابر، كل اللي مطلوب منك يا ابني انك تعامل البنيه كويس، مهما كان دي برضه مراتك، واتق الله فيها برضه. وانتوا بالصلاه على النبي بقى، دخلكوا ايه في القصه دي؟ دخلنا ان احنا اولاد حته واحده، واللي يمس اي حد يمس التاني، ولا ايه؟ لا مؤاخذه، لغايه كده وكفايه. الحاره دي كلها كوم والجماعه بتوعكم تاني، وانا بقى لا مؤاخذه ما بحبش حد يخش بيني وبين الحريم بتوعي. يا جابر احنا عايزين نحل عشان منظرك بقى وحش قوي. وانت اساسا مال امك اصلا؟ الله 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 الله، ده انت راجل قليل ادب بقى وهتلف لك وشك ده. طب والله العظيم انت لما بيت انا كنت ربيتك. تربي مين يا عم؟ انت عارف تربي شنامك اساسا؟ اجي قول اجري يا عم. روح، انا عايش على عم زياد عشان ما تلفش وشه واعوره. يا ابن استهدى بالله. استنى يا استاذ حسني، ثواني بس. اصل يا اخويا جابر بس متضربه من اللي حصل. اتضرب على نفسه، داخل علينا وعامل لي فخ زي اللي كانت النحله قوي. ذكر يا اخويا. يا عم روح قول اجري. الله الله الله، بس طب الشاي. شاي ايه بقى؟ ارميه في وشه. استنى يا حسني، خدني معاك. ايه ده يا عم جابر؟ يا عم روح، يا ناقصاكوا حاجه تقرف. استغفر الله العظيم. الصبح كده
مفيش كده، مستنيه واحده صاحبتي قالت لي ان في راجل عايز واحده تقف في المحل يعني عنده في العتبه، فقلت اروح اشوف يمكن ربنا يسهل يعني. كنت عاوز صدق، مش عايزه اعطلك وكده. لا ما فيهاش عطله ولا حاجه، وبعدين النهارده اول اسبوع وهتتمرمطي في الشوارع كده يا بت. لا لا مصمم هاجي خلاص. سلام، العربيه دي باين عليها غاليه قوي مش كده؟ غاليه مين يا بت؟ ده الباشا بتاعي عنده يجي 3 4 منها. والنبي؟ ام مصحف. طب بقول لك ايه؟ قولي ايه؟ الباشا بتاعك ده ما ينفعش يشوف لي شغلانه وكده؟ شغلانه ايه؟ اي شغلانه، بيني وبينك الظروف وحشه قوي، وانا ابويا كبر ما بقاش قادر على الشغل. انت عارف بقى انا مش هحكي لك يعني، بس انا راضيه والله العظيم، انا راضيه بكل اللي يجيبه ربنا، بس اي فلوس، اي فلوس تنفع في مصاريف البيت. ماشي اشوف لك. والنبي؟ اه ان شاء الله يخليك يا سلامه يا رب، واي حاجه انا راضيه باي شغل، ان شاء الله اشتغل عنده في البيت حتى. تشتغلي عند مين يا بنت؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ معقوله احلى واحده في الحته تشتغل عند حد خدامه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ على طالما يحصل ان شاء الله يخليك. قوليلي ايه؟ انت فطرتي ولا ايه؟ وحياتك ولا اتعشيت حد؟ باين عليك. طب انا اوديكي حتى دلوقتي هتاكلي اكل اصلا. ماشي. قولي يا عم منير قول. وسمع بكايا الحجر اهلك وجمالك. تصدق يا سلامه؟ انا كان بقالي زمن نفسي اكل كده على عربيه فول. طب وايه اللي كان حاشك؟ لا ما ينفعش. اقف لوحدي كده، الشباب بقى والمعاكسات والكلام ده انت عارفه يعني. اه طبعا عارف. عربيه الفول دي بيجيها الاكابر من اخر الدنيا يا اخويا. تقول النعمه ساعه البطون تطوي العقول، ما تفرقش ساعتها بقى غني من فقير. على رايك. اوعى اكون معطلاك. لا الدنيا حلوه النهارده، الباشا مش عايزني قبل الساعه 12. هو الباشا بتاعك ده شغال في ايه بالظبط؟ ايه السجاير دي؟ إيه؟ شكلها اجنبي. امال انت مفكره ايه؟ وريحتها حلوه كمان، مش زي سجاير ابويا بيشربها ابدا، شبه نشاره الخشب. ما تقلقيش ابقى اجيب له منها. ما قلتليش برضو الباشا بتاعك ده شغال في ايه يعني؟ الباشا بتاعي ده راجل برنس، عنده شركات بورصه ومقاولات وحاجات كتيره. شركات ايه اللي انت قلتها دي؟ بورصه. يعني هفهمك هفهمك. البورصه دي يعني شركه الناس بتشتري منها اسهم وبتاع، وبعد كده بتغلى فبيروحوا. اجيب شايم. ماشي. اتنين شاي يا برنس. سكرك ايه؟ زيادة. اه واحد زيادة واحد مظبوط. ريحتها حلوة. الشباب الروج بتاع اليومين دول. تسلم حبيبي. والله ما عارفة اقول لك ايه على الخروجة الحلوة دي يا سلامة. بصراحة والله حليت شكل الدنيا كده في عينيا. يا بنت انت اللي محلية الدنيا، بس مش واخدة بالي. يعني مش تقيلة عليك؟ تقيلة؟ انت خفيفه ريشه. انا بتكلم بجد والنبي. والنعمه خفيفه ريشه، تحب اشيلك؟ تقدر؟ اقدر. يا نهار اسود، الناس دي يا سلامه يخرب بيت عقلك. مش كده سلامه الناس؟ الناس مين يا بنت؟ من النهارده مفيش ناس، انا الناس. خش قدامك يا يا بنت افتحي، النفس اتقطع من السلم. اهلا يا خالتي، اتفضلي. اهلا بيكي. اتفضلي يا خالتي. انت ما بقتش بتسالي عليا زي ما اكون ما بخطرش على بالك خالص. معلش والنبي يا خالتي، من الهم اللي الواحد فيه. طب تعالي اقعدي احكي لي بقى ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا رديت بالهم، والهم مش راضي بيا يا خالتي. يعني الواحده لا ليها اب يسال عليها، ولا خالي يقف جنبها، ولا اخ حتى يبقى في ظهري. انت مش فاهمه يا خالتي، انا بتعب وبشقى قد ايه. بفضل قاعده على الفرشه طول اليوم، ويجوا اخر الليل ياخدوا اللي ورايا واللي قدامي كله. ده غير الضرب والاهانات والبهدله اللي من العقربه اللي هو متجوزها دي. تقومي تعملي في نفسك كده؟ عايزه تموتي كفره؟ اعمل ايه بس؟ قست من عشتي والله، عماله اقول لو ربنا ياخدني ارتاح. هو كل اللي بيحصل ده من المهريه اللي في البيت، واذا كانت هي عقربه اعملي انت حاجه. يعني اعمل ايه يا خالتي؟ هي دلوقتي عايزه تطفشك من البيت، عايزه تستفرد بالراجل. خليكي جدعه وطفشيها انت. يكشي غرفه 60 ده يتشيل. هو انا عايزاه خالتي ولا بطيئه؟ يا رب تبلعه وتشرب بعد الشاي. عموما انا كنت جايه اطمن عليكي. تسلمي يا خالتي. هو استاذ امير اخباره ايه؟ يعني هو قال انه هينزل مصر قريب، لكن ايه ما نزلش.
ربنا يسوق يا رب يجي بالسلامة إن شاء الله. تشربي شاي؟ لا كاكاو. حاضر. إلا قولي لي يا سامية، لا مؤاخذة كده يعني، أنتي بتشتغلي إيه؟ بشتغل إيه؟ بشتغل مروحة. مروحة إزاي يعني؟ يعني يا أختي عارفة كده لما الحر يشتد عليكي ويبقى نفسك كده في نسمة هوا تهف. آه. آه أنا بقى يا حبيبتي نسمة الهوا دي، بس مش لأي حد. أيوة يعني إيه برضو؟ يعني أنا يا حبيبتي ما بهوش غير على صنف واحد بس من الناس. والنبي ايه؟ اه والله فهمتي؟ طب الشغلانه دي يعني كويسه؟ بتجيب فلوس يعني؟ يا اختي جربي وانت تعرفي. لا 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 ده انا بموت في الحر يا اختي. خدي ده انت طلعتي مروحه مروحه. بقولك ايه يا علي؟ أموري أنا من الريشة دي للريشة دي. كده كده أنت دمك خفيف أهو، أمال على طول يا أختي مكشرانة كده ليه؟ بصي هسألك سؤال بس أوعي تكدبي عليا. وأنا أستجري ده أنت يا حبيبتي، ده أنا من ساعة ما جيت لك وأنا حاسة إن الدنيا برد خالص. بقول لك إيه؟ هم أهل الحارة بيقولوا عليا إيه؟ ها؟ إلها؟ أهل الحارة بيقولوا عليا إيه؟ أنت عايزة الصراحة الصراحة يعني؟ آه عايزة الصراحة. هما بيقولوا كلام مش ولا بد كده. ايه يعني؟ عايزه اعرف بس من غير ما تكذبي عليا. بيقولوا عنك انك مروحه. ولا ايه؟ لسانك ده برغم انه عايز يتقطع بس ساعات بسمع منه كلام حلو اول مره اسمعه. طيب يا سيدي خير؟ عايز ايه؟ نسيت حاجه؟ انت مخلصه شغلك بدري ليه؟ عندي صداع وعايزه اروح ارتاح. طب ما تيجي اوصلك. هو انت مالك اليومين دول؟ حاططني في دماغك ليه؟ ولا حاطك في دماغي ولا حاجه. تعالي اركبي معايا نتغدى سوا وبعد كده اوصلك. على فكره انا مش هاكلك. والنبي ده انا اكل عشرة وزيك يا ابني، انت مش فاهم. خلصوا يا خلصوا. ايه مالك في ايه؟ خايفة حد يشوفني يطلع بيعرفني. على فكرة بقى انت هتبقى سبب في ان سمعتي تبقى زي الزفت. انت هتلبسيني في حيطة ليه؟ انا عازمك في مكان عام على الغدا يعني. بعدين تعالي. وفي حد شافني ببوسك؟ تبوسني؟ تبوسني ايه يا عم؟ تبوسني ايه؟ ده انت لو فكرت تبوسني ودين النبي لك ام بيتك في مشرحة. فين؟ في مشرحة. مشرحة؟ انا مامتك ده اللي خلاني معجب بيك يعني. طب كركل. اتفضلي. ايه ده؟ فتة؟ اه فتة. بتحبهاش ولا ايه؟ انا بحبها قوي. ايه يا عم يا عم هتاكل بالشوكة والسكينة زي الفرافير، ما تاكل بايدك. يلا سامي. خد حلوة بتعليك. حاضر. انت قلتي انك خريجه بكالوريوس تجاره؟ اول مصحف. تحب اجيب لك الشهاده؟ بتحلفي ليه؟ انا مصدقك. انا قصدي يعني ما اشتغلتيش ليه في اي شركه في اي مكتب محاسبه كده يعني. الواسطه الحكايه كلها واقفه على واسطه، وانا ولا ورايا ولا قدامي ولا ليا اي حد تسند عليه. خساره، مع انك حلوه وزي القمر. صحيح صحيح. ما قلتليش ايهاب، هو انت شغال ايه بالظبط؟ انا رجل اعمال. رجل أعمال مرة واحدة؟ وأعمال إيه دي اللي أنت راجل عليها دي؟ أنا عندي شركة استيراد وتصدير، بجيب حاجات وبودي حاجات كده. مش فاهمة أي حاجة. أنا ستي بسافر الصين أجيب بضاعة من هناك وباجي أبيعها هنا. عندك فكرة طبعًا عن الموبايلات الصيني؟ آه طبعًا. أنا بسافر بقى أجيب موبايلات صيني، أجيب أجهزة كمبيوتر، أي حاجة تنفع تتباع هنا بجيبها وببيعها. والحمد لله ربنا كرمني. على كده أنت بتكسب قوي. آه الحمد لله. ربنا غنيها بالحلال. سلمى اوعى تكوني بتقري. لا والله العظيم. يعني هو انت من عيله غنيه برضو؟ خالص، ده انا قبل ما اشتغل الشغلانه دي ما كنتش لاقي اكل اصلا. ما تقوليش وعملت ايه بالظبط؟ شغلت عقلي. انا قلت لنفسي انت عندك عقل لكن معكش فلوس، في غيره بقى ما عندهمش عقل وعندهم فلوس.
انا بقى خدت منهم الفلوس دي وسافرت واشتغلت بيها وكسبتهم وكسبتني. تصدق والله فكره حلوه قوي. خدت من واحد صاحبي 50,000 جنيه وخدت من واحد تاني 30,000 جنيه وطلعت للصين بقى وقلت عليا وعلى اعدائي، جبت شحنه موبايلات وجيت بعتها هنا وربنا كرمني اخر كرم الحمد لله. الحمد لله. بس هم ادوك الفلوس كده من غير خوف ولا قلق؟ هيخافوا من ايه؟ بعدين انا مش حرامي. بقول لك ده انا كسبتهم كمان. ياه انا اتاخرت قوي على فكره. وانت مسافر؟ اه. الصين برضو؟ مش عرفك. عرفتها لوحدك دي ولا ايه؟ انا قلت انت ذكيه ما حدش صدقني. اسمع المزيكا؟ اه هتسمعني ايه؟ مفاجاه بقى. ليه جميل يا جميل الله حلوه قوي. تحب الاغاني القديمه؟ اه طبعا انا بموت فيها. وانا كمان بجد. وانا كايف قلبي ليه يا محيي اتكلم اكيد. اه اكيد هستنى تليفونك. انت مش ناوي تجيبيها البر؟ ايوه ابقى اعمل فضايح بقى وافرج علينا الناس. من الاخر كده يا جليله، اختك دي ما احترمتش نفسها واحترامتنا، انا مش هنزلها من البيت تاني، انت فاهمه؟ ولك يا ابراهيم اديني كيس ملح لما تيجي عليا تحاسبك. ها ازيك يا تميمه؟ عامله ايه دلوقتي؟ مش تكحر يا اخويا كده ولا حاجه ولا داخل كده على طول؟ انا بقى ممكن اكح مع اي حد في الحته اللي انت، اكح مع جابر مثلا عشان حمار ما بيفهمش. جابر ده عباره عن طيات عليها شنب. بس قولي دلوقتي انت تمام؟ مش حاجه بتوجعك كده ولا كده؟ ما تهدى كده يا اخويا وتقول لي ليه؟ ربك يوقع الهدى. بس انا طبعا ما اقدرش اهدى خالص الا لما اطمن انت كويسه. وقال عامل الخرام فيش ده برضه مش قليل. ده انت لو مراتي ده انا اقعد كل يوم يعني احطك في فاترينا والمع فيك. الحمد لله يا اخويا ان انا مش مراتك عشان ما بحبش اتلمع كل يوم. حطك بعافيه. والله العظيم عسل. بيعمل معاها ايه ده؟ طيب يا صحيح ما عندكش يا ابني حاجه تهدي الاعصاب؟ بعد ما شفناه ده ايه ده؟ حلاوه حنايه يا ناقصة. يلا محدش عارف ايه اللي جاي. ايه ده ايه ده؟ ده احنا حلوينا قوي بقينا زي القمر. بصي هنور يا ماما. كويس انك جيتي يا عليا. انا خلاص بقى يا بنتي عايزه امشي من هنا، كفايه كده. تمشي ده ايه يا ماما؟ ايه الكلام ده؟ انت مش هتعتبي بره الاوضه دي الا وانت زي الفل. يا بنتي لازمته ايه البهدله دي؟ وبعدين المستشفى دي شكلها غالي قوي. انت جبتي فلوس منين؟ ما تشغليش بالك انت، ربنا ساترها وكرمنا اخر كرم. يا حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا رب. والله انا من غيرك ما انا كنت عارفه انا هعمل ايه. انت ما كان لكيش البهدله دي يا عليا. بهدله ايه بس؟ ما انا قدامك اهو زي الفل والحمد لله. الله يرحم ابوكي لو كان عاش كان. ايه لازمته بس الكلام ده يا ماما دلوقتي؟ ما انا يا بنتي انا حاسه ان انا السبب في اللي انت فيه ده. يا بنتي يا بنتي لو كنت انا اللي مت وهو اللي عاش ما كانش حصل كده، كان زمانك عايشه في عز ونعيم. بعد الشر عليك يا امي. وبعدين بقى الكلام ده حرام على فكره. استغفر الله العظيم يا رب. اهل ابوك يا بنتي طول عمرهم بيكرهونا وعمرهم ما سالوا عننا. ده حتى حقك في ورث ابوكي كلوه علينا. وده ليه؟ ده بسببي انا. عرفتي بقى لما قلت لك يا ريتني انا اللي اروح وهو اللي فضل، كان زمانه راح لهم وسامحوه وانت رحتي معاه وقعدتي في عز يا بنتي. عايزه ايه يا امي وهنا ايه؟ انت العز والهنا كله، انا اصلا من غيرك ولا حاجه. صدقي الواد شكله واخد باله مني قوي بجد. او النعمه. طيب
المهم يبقاش واخد باله منك ان انت كنت مستنياه ولا حاجه. ليه انا عبيطه؟ انا عملت نفسي قال يعني واقفه مستنيه مواصلات، لمحت العربيه رحت واقفه على طول مركبني العربيه. ركبك العربيه؟ اه. ايه ده؟ ايه لك بت ركبتي معاها العربيه؟ في ايه يما؟ عادي مركب العربيه يعني، وبعدين انا هبله واتسلمه باين عليه طيب كده مؤدب. طب الحمد لله، يا رب يجعله من اسمتك ونصيبك يا رب يا رب يا رب. على الاقل تفلحي وما تخبيش خيبه امك. ابويا فين؟ طيب يسرح بشويه البضاعه اللي عرفنا بيهم للنهار. حرام عليكي بقى يا شيخه ارحميه، ابويا غلبان وطيب. هو الفقر اللي احنا فيه ده مش بسببه؟ انا مش فاهمه يعني، الراجل لو كان قادر يعيشنا عيشه غير دي كان قال لا رفض. وما يقدرش ليه يا اختي؟ ناقصه ايد ولا رجل؟ ولا هو مش راجل زي بقيه الرجاله اللي ما شفت معايا يوم عدل؟ الهي يا رب يا رب تاخده ونستريح. يا ساتر. كفايه عليا مؤقتا انك هترقصي معايا. تعالي يا هلا اتفضلي. تسلمي يا روحي. ايه ده؟ انت نقلتي هنا ولا ايه؟ يا ريت. بقول لكم ايه يا بنات؟ انا هموت من جوع، تاكلوا معايا؟ على فكرة أنا عملت أكل، قلت أكيد أنت هترجعي من برة تعبانة يعني وعايزة تاكل. بجد؟ خلاص ناكل مع بعض. لا والله ما قادرة، أنا شبعانة. لا لا شبعانة إيه؟ هناكل مع بعض يعني هناكل مع بعض. أنت عملت لنا إيه بقى قولي؟ أنت حيلتك حاجة غير كيس المكرونة اللي جوه. يا سونسون. يا سلومة. ايه يا عم الروقان اللي انت فيه ده؟ معكش حاجة؟ حاجة ايه ولا مؤاخذة؟ حاجة علينا. حاجة علينا؟ اه. في سيجارة كنت شايلها لآخر الليل يعني، بس ما تغلاش عليك يا صاحبي. هتخبيها على أخوك؟ خد دي. ماشي. قبولة منها. يا دميل، تفكر في ايه؟ فكر في الفلوس. وهي ما بتفكرش فيك. ما تفكرش فيها ليه يا اخويا؟ بص يا صاحبي، حاجتين في الدنيا دي تجري وراهم ما تلاقيهمش، النسوان والفلوس، تديهم بالجزمة يجوا لحد عندك. تصدق انت بقى السيجاره دي خليتك تقول كلام حلو قوي. امال انت فاكر ايه؟ ازاي بنتك سعاد اتطلقت ولا لسه؟ خليها تطلق يا رجاله بلانيله. عينك مالها يا عيني؟ هتبوظ من مكانها يا صاحبي. ما ينفعش كده يا حسني، لو حد خد باله هتبقى مشكلة. طب تصدق بقى النبوية دي جاية بس على تك. انت اتجننت في دماغك ولا ايه؟ اسمع مني بس زي ما بقول لك كده. طب وانت عرفت منين؟ عينيها بتقول. عينيها بتقول؟ ماشي يا حليم، بس خلي بالك الواد جوزها لو عرف هتبقى مشكلة. جوزها مين؟ جبور؟ ده أمور. الله يخرب بيت شيطان. ايه يا عم؟ مناولة مش مقاولة. امسك. احنا مش هنبطل يا بنت الوقفة قدام المراية دي، هتتخيلي يا حلوة يا بطة. روحي بقى يا حبيبتي اعملنا حاجة عشان ناكلها. يعني انت مستنية البطة ترجع من شغلها عشان تهدي حيلها؟ ما تعملي اللي انت عايزاه. آه ليه يا بنت؟ تكونش فاكراني يا بنت الخدامة اللي جابها لك ابوكي ولا ايه؟ نايس اعمل لك الاكل واسويه واقعد استناك يا برنسيسة. صدقي وتأمني من الله يا بولبول، ورحمة أمي ما هتضايقين. أنا جاية مبسوطة وعاملة دماغ. أقول لك على حاجة، البرنسيسة مش عايزة تاكل، روحي يا أختي شوفي أنت عايزة تاكلي إيه اعملي. طب قومي اغسلي المواعين اللي متكونة من امبارح دي، كوم قد كده في الحوض. يا بلبل يا بلبل بلاش، أنا مش عايزة أتضايق عليكي وأتخلق، أنا مبسوطة. صلاة النبي يا صلاة النبي عليكي النهاردة. طب وحياة اللي خلفك، لا خليكي تقولي حق برقبتي، هوريكي. يا شيخة إلهي يجيلك اللي يهدك ويكومك زي الكرة الشراب، كل اللي يشوفك في الشارع يشوطك برجليك. يا
يخرب بيتك فوقتيني. بس انا تمام، انا مش هفوق، انا كويسه كويسه. وانتي هتعملي ايه؟ هتعيشي معاهم ولا هتعملي ايه بالظبط؟ هعمل ايه يعني وانا ليا متوى غير القرف ده؟ بس ده ممكن يموتك. لا ولا يقدر. تعرفين يا بنات انا نفسي في ايه؟ ايه؟ نفسي ارجع اعيش في البلد تاني. العيشه هناك حلوه والناس طيبه قوي. يعني هو ما كانش يقدر ولا يستجرى يعمل فيه اللي بيعمله ده، ده كانوا كلوه. وايه اللي حايش؟ حايشني الزفت اللي انا على ذمته الوسخه دي ومش عارفه اخلع منه. وايه اللي رماكي بس الرميه دي من الاول؟ ابويا الله يسامحه بقى. بس هقول ايه، ما هو النصيب. الله يرحمك يا امي، امي كانت بتحبني قوي تعرفي، كانت بتحميني كل يوم وتلبسني هدوم نظيفه. صحي انا ما كانش عندي هدوم كتير، بس كانت الهدوم بتاعتي تحطها تحت المرتبه عشان تبقى مفروده، وكانت كل يوم تسرح لي شعري وتعمل لي طفيره قد كده، كمان شعري حلو قوي. كنت خايله كده وامشي هناك الستات قبل الرجاله يتفرجوا عليا، وانا ايه ولا يملى عيني حد. طب قولي لي بس بالصدق، مفيش حد في البلد كده خلى قلبك يعمل تكتك بوم كده ولا اي حاجه؟ لا، امي كانت دايما تقول لي لازم البت تمشي راسها مرفوعه كده بس عينها تبقى في الارض. امي كانت بتحبني قوي. طب برضه ما قلتيش في حد قرب منك ولا لا؟ من وانا عندي 14 سنة كان يجيلي عرسان ياما، امي كان نفسها تجوزني، بس ابويا بقى كان يقعد يبيع ويشتري فيا، ولما كان يجيله حد عشان يطلبني يقعد يتفق معاه زي ما يكون جاموسة ولا بقرة هيبيعها. كان لما حد يجي يطلبني يقعد يتفاوض معاه لغاية ما بختي جه بقى في جبر النتن ده. انتوا عارفين انا دلوقتي بقيت احس بايه؟ ايه؟ بقيت احس ان انا عامة زي البير الناشفة، كل يوم ينشف اكتر وكل يوم يتردم ويتملي تراب وزباله. من اول يوم اتجوزت وانا حاسه ان انا مش ست. انا بكره نفسي معاه قوي، بحس ان انا مش طايقه روحي ومبطئوش، واول ما يقرب مني احس كده ان في سكاكين بتقطع في جدتي. اوعي يا بت انت وهي تتجوزوا الا لما تبقوا قابلين الراجل اللي هتتجوزوه. يعني الحب ده طلع حاجه مهمه قوي بقى؟ مش عرفني بقى الحب حاجه مهمه ولا لا، المهم يعني تبقي قابلاه ويبقى الراجل كده يفتح النفس نظيف كده ومنور وابيض، يعني حاجه حلوه كده مش زي الليالي السودا اللي انا عايشه معاها دي. بس جابر مش وحش كده يا تميم. حرام عليك يا عاليه، هو ايه ده اللي مش وحش؟ ده سود ومعفن، ده كفايه ريحته، ده شبه البصل. لان الصيبه اللي انا فيها دي ما تفكرونيش بقى. يعني بعد كل اللي انت قلتيه ده نتجوز ولا ما نتجوزش ولا نعمل ايه؟ اتجوزي يا هاله، بس نقي يعني نقي الراجل كده اللي يبقى حلو كده ونظيف يفتح نفس الواحده يعني ويخلي الدنيا مزهزهه كده. انت محسسني بنتكلم عن كيلو فاكهه مش جوازه. كيلو فاكهه؟ ما هي الرجاله اصلا عامله زي الفاكهه، يعني في كده برقوق، في بطيخ، في تفاح، وفي كيس جوافه معفن زي اللي انا واقعه فيه. والنبي ما تقعدوش تضحكوا بقى وتتريقوا عليا، كفايه اللي انا فيه. اخ يعني اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. سلمى انا كنت عايزه اتكلم معاكي. وانا مش عايزه اتكلم. يا بنت ده انا اختك وبخاف عليكي، مفيش حد في الدنيا دي كلها هيحبك قدي. يوه، هو احنا مش هنخلص من الاسطوانه دي بقى؟ اسمعي مني الاول وبعد كده يا ستي بارمي كلام البحر. واسمعه ليه لما حرميه؟ ما تسكتي احسن وبلاش نعكر البحر. اسمعي مني واخر مره هقولها لك، اللي انت ماشيه وراه ده ما منوش فايده. واللي انت مشيتي وراه كان منه فايده؟ عاجبك الفقر اللي انت عايشه فيه؟ ولا البهدله اللي كل يوم والتاني في المدعوق اللي احنا بنشتغل فيه؟ ايه؟
ما فكرتيش كده تخرجي تتفسحي وتقعدي في حته كده زي بقيه الناس وانا ما تخدمي تتخدمي؟ ما فكرتيش تسافري تقعدي كده على البحر وتشمي شويه هوا وتشتري اللي عينك تقع عليه؟ ايه خلاص ادمنتي الفقر يا جليله؟ ومين ملوش نفس يعيش مستريح يا سلمى؟ بس ده نصيبنا ولازم نرضى بيه. نصيبنا ده ايه؟ واحنا ندفن نفسنا بالحياه ونقول ده نصيبنا؟ انا عايزه اعيش، عايزه اشوف الدنيا، عايزه البس اخرج اكل اشرب. وبعدين انا مش وحشه ولا عوجة عشان ارضى باللي انت رضيتي بيه. انا هعيش يا جليله وبكره هتشوفي. تميمة، ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ يعني حسيت نفسي بايخة شوية، كنت تكوني مش متعودة حد ينام جنب كل حاجة. ايه بس في ايه؟ تعالي بس. ما انتي كنتي بتهزري وبتضحكي، كنتي زي الفل. ايه اللي جرى بس؟ من غلبي يا علي، والله من غلبي. انا ما كانش ليا في البهدلة دي خالص. انما هقول ايه؟ حكمة ربنا بقى. صدقيني يا تميم مفيش حاجة بتفضل على حالها إلا حالنا، عمره ما هيتغير. يقولك المنحوس يفضل منحوس ويجري ورا ساعته لغاية ما عمره يفرغ. في إيه يا بت؟ ده أنت مفيش في حلاوتك، ده الحظ من النصيب اللي ما يحسبش حسابه. نبي تسكتي، حلاوتي إيه؟ ده أنا قاعدة في الشارع ملطشة للي رايح واللي جاي. بقولك إيه؟ بطلي بقى الكلام الفارغ ده، انت كنت طول ما انت هتضايقي تفكري في حالك هتتعبي. بقولك ايه؟ تيجي نحلم؟ نحلم؟ لو انا بنام عشان احلم يا بنت. هو الحلم اللي بينام بس؟ الحلم اللي نايم واللي صاحي كمان. واخرة الحلم ايه بقى؟ وليه يبقى له اخر؟ عارفه يا تميمه؟ ربنا ده كبير قوي وحنين قوي، ادانا حاجات كتير قوي بس احنا ما بنحسش بقيمتها غير لما بنحتاج لها. مثلا الحلم، ادى كل واحد فينا حقه انه يحلم باللي هو عاوزه من غير ما حد يساله ولا حتى يحاسبه ولا يقوله انت بتحلم ده ليه. الحلم ده اصدق دعاء لربنا. انتي مثلا ممكن تحلمي انك انتي عندك قصر كبير، عندك مليون جنيه، اغنى واحده في الدنيا كلها، حد شريكك. لا. طب قولي لي بقى، انت لو حلمت تحلمي بايه؟ احلم ان انا اشوف امي وترمي في حضنها. صدقيني يا علي، انا مش عايزه المليون جنيه ولا حتى عايزه اخلص من جابر ولا عايزه ابقى سنيوره وكل يوم اغير هدمه. انا كل اللي عايزه بس ان انا اشوف امي وترمي في حضنها، هي دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتريحني. أنا كمان نفسي أشوف أبويا أوي. اللي صحي يا علي، هو أنتِ مش أبوكي راجل غني أوي ومعاه فلوس كتير؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ كلهم في الحارة بيقولوا أبوكي راجل غني ومعاه فلوس وكان بيحب أمك أوي وسوى عشانها الهواء. ده صحيح.
حق انا لو قابلت راجل زي ده يا لهوي، ده انا ابقى مدست تحت رجليه طول العمر. انما يعني لو فيها رخامه، هو انت ما بتروحيش لاهل ابوكي ليه؟ هما مش عايزين يعرفونا يا تميمه. تصوري ما فيش حد فيهم مره زارنا ولا سال علينا ولا حتى حاول يعرف احنا عايشين ازاي ولا حالنا ايه. طب وفلوس ابوكي؟ انا عارفه، انا ما حاولتش اسال، وخايفه يعني لو سالت ادخل في مشاكل انا مش قدها. اما انت عبيطه صحيه عليا، يعني انت تبقي من عيله واهلك عندهم فلوس وانت دايره تشحتي تمن علاج امك؟ انا بصراحه لو منك اروح لهم واعمل مشاكل واخد حقي. ما انا لو عملت كده هيقولوا ان امي هي لقيت لي اعمل كده، وان ابويا الله يرحمه كان غلطان لما اتجوزها، وكمان امي اتجوزته عشان فلوسه. ايوه بس ابوكي مات. ايوه بس امي لسه عايشه، وامي عندي بالدنيا كلها. وبعدين انت لسه قايله كده من شويه مش عايزه اي حاجه من الدنيا غير حضن امك. عندك حق. بقولك ايه، ما تفكيها بقى يا بت، فكيها. حسني نعم شيخ، على فين كده ان شاء الله؟ لا ده انا كنت رايح لسلامة. سلامة؟ اه. وايه اللي هيودي سلامة هنا؟ سلامة ساكن هنا. اه يا عم الشيخ معلش بقى، الواحد دماغه مش فيه. اه طب بقول لك ايه، ما تيجي تصلي معانا الفجر حاضر في الجامع، يمكن ربنا يكرمك ودماغك ترجع لك تاني. اه طبعا اصلي اصلي طبعا، هو في احسن من الواحد يبقى قريب من ربنا؟ طب ما يلا. طب اسبقني انت وانا هاجي وراك على طول. تيجي ورايا؟ اه بس على الله تلحق قبل صلاه الظهر. باذن الله يا عم الشيخ باذن الله. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها. في ايه؟ انا غرض شريف والله، انا جاي قصدك في خدمه دلوقتي. اعمل ايه بقى، انا مستنيك من الصبح بس انت اللي بتاخري. طب يا خفيف ابعدي عليا اخر النهار اكون فوت واسمع لك. ينفع؟ واللي خلقك الدفايه اخر حاجه. اه انت شكلك كده ناويها، وانا بقى دماغي مش فايقلك وقد كده. انت عايز ايه بالظبط؟ طب نقعد كده ونريح ونتكلم. يعني نتكلم مع مين؟ في ايه، انا بقول لك عايز منك خدمه. حتى كل الحتة بتقول عليك ان انت بنت جدعة، وانا ابن حتتك الغلبان واقع في عرضك. لو النبي. أوه. عرضي حلوة دي عجبتني. خش يا ساتر. اقعد يا حسني، هات اللي عندك. سيجارة؟ لا يا اخويا شكرا، ما بغيرش. بصراحة بقى أنا سمعت إن أنتِ شغالة مع الناس اللي واصلة فوق قوي جامد دول. آه وبعدين؟ وأخوك الغلبان تعبان مش لاقي اللضا، أخوك مأشفر على الآخر. أخوكي؟ حلوة دي، والنبي أنت زي العسل، أنا إزاي يا أخويا ما خدتش بالي منك من زمان؟ طب ما تمد ايدك تغمسي بالعسل يا عسل. ولا اتعدل. انا كنت جاي لك عايز شغلانه. ليه يا اخوي؟ لو حد قالك عليا وزيره ولا مديره في مصلحه؟ لو هو الوزيره ولا مديره المصلحه تقدر تعمل اللي انت هتعمليه. خلص، عايز ايه يا حسني؟ بصراحه بقى العربيه اللي انت نازله منها النهارده دي حاجه من اللي بتدفع فيها بالجامد، حاجه غاليه يعني، معناته بقى ان انت واصله وكده. خدينا في ديلك. ما تنفعش. ما ينفعش؟ ده انا راجل قوي وعجبك والله. ما انت يا اخويا عشان راجل ما تنفعش. طب تخيلي بقى انا وانت بقى نعمل مع بعض ديوتو كده ما حصلش. ما انتش خايف يا حسني من اهل الحاره لا يقولوا عليك يعني؟ لا انا خايف من الحاره ولا من غيرها، انا اللي يهمني دول.
ماشي. معاك تليفون؟ معايا تليفون؟ طبعا معايا تليفون. ايه ده؟ ده انت قديم قوي. لا ما تاخدش في بالك، انا بس بحب اجمع تحف وكده يعني، بس من بعد كده كله جديد في جديد. طب يا خفيف، اخر النهار كلمني. طب بقول لك ايه؟ ما تاخدي رقم انت وتبقي ترنيلي عشان انا ابيض، اخوك ابيض على الاخر. ماشي، بس بقول لك ايه والنبي يا حسني، بلاش اخوكي دي، بدرس بتضايق. اصلا يا اخويا لا ليا في الاخوات ولا في القرايب، شغل القرايب ده ما بيسلكش يا اخويا زي الصحاب. خلاص لا ما تضايقيش نفسك بلا ازعاج بلا بتاع، بلا اقعد ارنيلك بقى وترنيلي وكده، انا بقول ابات هنا احسن. نعم؟ خلاص خلاص، انا بقول يعني امدد على الكنبه هنا. بقول لك ايه يا حسني؟ روح نام وتعالى يا اخويا اخر النهار، يلا. خلاص. قوم. خلاص والله. مع السلامة. بس يا عم يافا والله. نعم. التليفون. لو انت ما خدتوش؟ ما عدموش. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح ما غنى فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح ما غنى فل. البت كبرت يا خليل، عايزه تقولها فلوس. وانا اعمل ايه بس يا كريمه؟ انا بعمل اللي بقدر عليه. وانت اللي بتقدر عليه ده يخليها تتجوز ولا تتجهز ولا حد يبص لها؟ يا راجل يتلحلح. هتلحلح؟ تلحلح يعني ايه؟ يعني زي الناس. انا بعمل زي الناس، انا زي نفسي، واذا كان عاجبك. ايه؟ مش بتكلم معاك، سيبني وتمشي. كلامك ماسخ وبايت ومالوش طعم. هو طبيخ؟ بقول لك عايزين نجهز البيت تقولي كلامك ماسخ. بالذات ما انت ست فيك مخ، مش لما يبقى يجي عداله نبقى نفكر هنعمل ايه؟ يمكن ربنا يحلها من عنده ويفكها من واسع، ولا يعني لازم نعكنن على نفسنا كل يوم الصبح كده؟ روح اعمل الفطار، خليني انزل اشوف حالي. منين يا اخويا؟ انا على رأي المثل، اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي. لا في وفي كتير قوي، بس انت عينيك ما بتشوفش اللي هتعمل ايه. انا مش جايب امبارح بليله وفول وعيش مرحرح زي الفل. بليله وفول وعيش مرحرح؟ تعالي ياما شوفي العز اللي انا عايشه فيه. الله يرحمها امك، لما جيت اتجوز عزمتنا على طبق عدس ونص رغيف مقدود. جرايه خليل، شوفي يا بنت الحلال، هي دي عيشتي اللي انت شايفاها؟ اذا كنت بسكت كل يوم على كلامك الماسخ فبقول يعني انك ست زي كل الستات، مجنونه بس طيبه، لكن اكتر من كده ما يهمنيش اي حاجه بالجزمه. انت بتقول ايه؟ بص لأصلك يا كريمة واحمد ربنا، كانت أمك يوم ما كانت بتشحت لك كلابية بيبقى يوم عيد، لكن أنت من ساعة ما اتجوزتيني والحمد لله ما لبستيش حاجة قديمة. صحيح بجيب على قدي قليل، بس عمري ما مديت إيد لحد، وإن شاء الله مش همدها لأي مخلوق. الإدماج ده لازم تشيليه، وما كنتش هتشيليه أنا أعرف أشيله إزاي. يلا اعمل لنا الفطار خلينا أشوف حالي. يلا العظيم، استغفر الله العظيم. صباح الفل يا ابو هاله. صباح النور يا بنتي. بقول لك ايه، ما تهدي اللعب شويه مش كده؟ اكتر من كده؟ معلش بس والله العظيم، والله العظيم امي دي بتحبك، بس انت بس مش واخد بالك. سيبك انت بتحبني ولا ما بتحبنيش، انا بس عايز اقول لك كلمتين. ايه؟ اوعى تمشي ورا كلام امك، اسمع الكلام اللي هقول لك عليه، ما تبصش لبعيد، اعرفي انت فين من الدنيا وحط نفسك مكانها عشان ربنا يديك ويعليكي. اللي يكره عيشته يا بنتي وما يشوفش الخير اللي ربنا بيحطه ما بين ايديه يزول منه، وما يشوفش النعمه تاني. بتقول ليه للبت؟ راح فين؟ مش هتاكل العجميه اللي انت جايبها لي؟ حطيت ايدك فيها بقت مسخه وطعمها ازفت من الماسخ.
ايه موضوع المسخان اللي معاك النهارده ده؟ شايفه ابوكي وعمايله السودا؟ معلش حقك عليا انا، ما تزعليش. راح فين انت كمان؟ ما راح اقابل سلامه علشان قال لي ان هو هيشوف لي شغل. شغل؟ كاتك واكسه انت وابوكي في يوم واحد. ليه؟ يا بنت يا بنت اسمعي كلامي، خلي يجي ويقعه ويجيب، وانت تقعدي ست الستات. هانم انت يا بنت مش بتقولي ان انا منك في الراحه والجايه وعمال يلغيكي؟ بصراحه هو بيلغيني قوي. خلاص خليه يجي البيت ويشيل بقى. ماشي حاضر. استني ايه؟ ابوكي زمانه قاعد على القهوه، عادي من الناحيه التانيه. ما تقلقيش انا هعرف اخلع. سلام بقى. ربنا يكرمك يا بنت بطني يا رب. في ايه على الصبح؟ ده كلام يا ليلى؟ حد يضرب مرات ابوه؟ دي مش مقام امك برضه؟ لا انا امي ماتت الله يرحمها، والست دي زيها زي في البيت. وبعدين انت عارفني وليه مجنونه، يعني اللي يلقعني لسانها اقعه مليون. شايف؟ شايف البت وعمايلها؟ طب احترمي ابوكي يا بيت. اطلعي منها انت يا اختي، انا محترماه وشايلاه فوق دماغي من فوق. وبقول لك ايه اخر القول، لو ما احترمتيش نفسك معايا وشلتيني من دماغي الكنابيله واديني يوم هعملك لاكون مولعه فيكي. يا لهوي، شايف يا بتولي؟ لا 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 يا اخويا، لا لا اخاف على نفسي اقعد معاها في بيت واحد، دي ممكن تعمل فيا حاجه. هو العمر بعزق يا بتولي؟ يا لو سبتي مضايقه المركب اللي هتودي. انت هتفضل ساكت كده يا متولي؟ دي البنت عماله تجيبني وتوديني زي المرجيحه. امال فالح تعمل راجل عليا؟ عيب يا لولا. عيب يا لولا؟ شوف يا اختي الراجل هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ يا حظك يا نبيله، يا وقعتك السودا يا نبيله، يا جوزتك اللي زي الزفت يا نبيله. ده انا لو متجوزه دي كان زمانه نقر لها عينيها. هو انت ما بتتبطيش يا نبيله؟ ما تتلمي يا وليه، مش كفايه نص مرتبي اللي حطاه في عبك كل اول شهر؟ لا انا يا اختي باخده احطه في جيبي، ما هو اكلك وشربك والهباب اللي بيشربه ابوكي. بس بقى انت وهي. الله، مش عايز اسمع صوت حد فيكم. هو ده يا اخويا اللي ربنا قدرك عليه؟ طب ايه رايك انا عرفت منك ومن عيشتك ومن قرفك، ومش عايز اعيش معاك ولا عايز اشوف وشك. طب طلقها. يا هو يقدر؟ ما يقدرش يعملها يا حبيبتي. انا مش عارفه انت ماسك فيها ليه، دي برميل زفت متعصب طين، ماسك فيها ليه؟ دي عرة النسوان. اخرسها يا بنت. ايه؟ ولا يهمك يابا، انت ابويا واشيلك فوق دماغي من فوق. خد ايدك هبوسها. بس برضه هي لا. روعي. شوف يا اخويا البت وجبروتها. اسكتي بقى واخرسي. كفاك اسكتي. سلمى يا سلمى. سلمى في ايه يا بنتي؟ انت مش سامعاني؟ في ايه على الصبح؟ يلا احنا نازلين. لا انا مش رايحه الشغل النهارده. امال لابسه كده ليه؟ عندي مشوار مهم. بصي بقى، لو صاحب المطعم رفضك انا مش هعرف ارجعك تاني. يا ريت ابقى خلصت من الهم ده بقى. انا بصراحه كده الشغلانه دي مش عاجباني، مش جايه على مزاجي. هقول ايه؟ ربنا يهديكي. إيهاب إزايك؟ بس قلتلي هنتقابل فين؟ مش المكان ده في وسط البلد؟ أوكي، طب نص ساعة وهكون عندك. يلا سلام. على فين؟ هنزل بقى أشوف أكل عيش. طب وجابر؟ جابر ده ايه؟ جابر ده بينام لحد المغرب،
انا لولا القرش اللي انا بجيبه من شغلي كان زماننا متنا من الجوع. سلام. سلام. نعمين يا تمين. بقولك ايه؟ خير؟ مفيش اخبار عن ابويا؟ للاسف يا بنتي، انا الاسبوع اللي فات رحت الاقصر جلبت عليها وطيها عشان ادور على ابوكي، لكن مش لاقيه. يا دي الخيبه اللي انا فيها. طب وبعدين؟ قولي لي يا بنتي، وابوكي بيسافر كتير ولا حاجه؟ يعني مالهش مكان تاني يقعد فيه كده ولا كده؟ لا بيروح ولا بيجي، ده ما عادش بيعرف يخطي خطوه، ده كان زمان بقى الكلام ده. طب انت محتاجه حاجه يا بنتي؟ الخير كتير والله. شكرا يا عم عبد الله، انا عايزه بس ابويا يجي يشوف لي حل في اللي انا فيه، يقف لي جابر ده، يحسسه بس ان انا ليا ظهري في الدنيا وراجل. عموما يا بنتي ان شاء الله لو نزلت الاسبوع الجاي او اللي بعديه مش هسيب مكان اللي مدور عليه وارجعه في يدي. الله يسترك يا عم عبد الله، لحسن انا روحي خلاص بقت في مناخيري، والنعمه الشريفه انا ليل ونهار بدعي على نفسي ربنا ياخدني من الغم اللي انا فيه ده. حرام عليك يا بنتي، بعد الشر عليكي. شر؟ هو في شر اكتر من اللي انا فيه؟ شكرا يا عم عبد الله، ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بنتي. مغليه والشاصه وطعم خليل. تسلم ايدك يا بكره. حبيبي يا عمنا. بكره. امورني. مش خساره فيك. حبيبي يا سيد المعلمين. الجو خالص. السلام عليكم يا خليل. صباحك فل وعسل يا شيخ زياد. بقول لك ايه؟ امرني. انا كنت قصدك في خدمه كده يعني. تحت امرك، اتفضل. بس بيني وبينك سر يعني؟ في بير يا سيدي. كنت عايز محل بس ما يكونش في الحارة هنا يعني. لمين؟ ليه؟ طب لما هو ليك يا خليل يبقى ليه مش في الحارة؟ مش عايز حد يعرف ان انا بفتح محل ولا حد يعرف ان معايا فلوس، وخصوصا مراتي. هي خير قبل الشر؟ لا مفيش حاجه، بس هي يعني ايدها فرطه حبتين. وبيني وبينك انا كنت مقرط على نفسي قوي السنه اللي فاتت ومحوش قرشين، عاوز مطرح ابيع واشتري فيه بدل البهدله اللي انا فيها دي. ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتبقى فل الفل. بس انا خليك كده شايف ان عينيك لسه فيها كلام عايز يتقال. والله انا نيتي صافيه وما فيها حاجه، عشان كده قلت لك المحل ما يكونش في الحاره هنا ولا في المنطقه كلها. خليل بلاش لف ودوران، هات من الاخر. انت عاوزك يعني تساعدني في دكان زي دكانك كده. طب وماله؟ يبقى ليه مش في الحاره؟ الله الله يخليك، انت بتتكلم بجد يعني مش متضايق؟ ايوه هتضايق من ايه؟ دي الارزاق بيد الله ونعمه بالله. شوف يا خليل، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الأرزاق على عبيده، وحتى لو المحل بتاعك جنبي، حتى لو في دكاني نفسه، الزبون اللي هيجي لك حتى لو كنت في آخر الدنيا برضه هيجي لك، وعمره ما هيهوب عندي. ربنا بيوكل الكل، بس نفهم. والله العظيم يا شيخ زياد ادلك الجنة، أقولك بقى. ربنا يكرمك يا خليل، بس أنت قول يا رب. سلام عليكم. صباحك زي العسل. فين؟ يخرب عقلك، انت تاني؟ الزيارة من 12 ل 4، ودلوقتي 9، يعني ممنوع. ممنوع؟ طب خليك انت في حالك المرة دي علشان ما احطش عليك.
ازاي خليني في حالي؟ ده قانون. قانون؟ اسم الله يا قانون. هو في حد في البلد دي ماشي على القانون؟ جاي تمشيها عليا انا؟ يا عم صلي على النبي واتكل على الله. يا استاذه ما ينفعش. هو ايه اللي بقول لك ايه؟ انت شكلك عايز تاخد زي المره اللي فاتت، ما تلمها بقى الحكايه عشان نخلص. هي دقيقتين هطلع طول على الست المرضانه اللي فوق وانزل على طول. انت عارف يا اخويا زياره المريض واجب. ها ايه ده؟ ده اللي تعبك قوي. موز زياره. اقول لك حاجه، خد موزه نبي اواخ. لا حول الله يا رب. الراجل مش عايز ياخد موز. جبري لمك انت ونبيلة. غابتكم مالك زعلان ليه؟ عملت لي ايه في موضوع الشغل؟ ما قلت لك بالراحه بقى، ما ينفعش اشغلك اي شغلانه وخلاص، لازم ابقى مطمن عليك يا بنت. في ايه؟ بصراحه كده مش هينفع، انا مش هقدر استحمل، وانا محتاجه الشغلانه دي قوي يا سلامه، وانا مش هقدر اكمل في محل الهدوم ده، الراجل صاحب المحل طلع راجل مش مظبوط. يعني ايه مش مظبوط؟ عمل لك حاجه ولا ايه؟ لا افتكرت. لا واحنا ايه اللي شغالنا مع حد مش مظبوط؟ ملهاش لازمه. انت قلت لي ان الراجل اللي انت شغال عنده ده راجل كويس، وكفايه قوي اللي عمله مع عليا وامها، باين عليك ده راجل بتاع ربنا ومحترم، يعني لو شاف اي شغلانه هتبقى كويسه في مصلحتي يا سلامه. ماشي ماشي، بس بالهداوه، كل حاجه بتيجي باوانها، اهدي شويه. ماشي، نزلني بقى على جنب. انزلك فين؟ احنا مش هنفطر مع بعض ولا ايه؟ الله، وكل يوم ولا ايه؟ كل يوم. هو عيب ولا حرام؟ انا لا قلت عيب ولا حرام، بس ليه يعني؟ ليه؟ ليه؟ يا بنت ببقى فرحان وانت معايا. في ايه؟ ايه؟ ابو الهول مش هتقولي حاجه؟ لا اقول. انا كمان ببقى مبسوطه وانا معاك. ايوه كده، هو ده الشغل. بس انا يعني مش عايزه اكلفك كل يوم وكده. لا كلفيني يا اختي، يعني احنا رايحين جروبي. ما تمشي يابا، كفرتنا الله يخرب بيوتكم. حبيب قلبي. صباح الفل يا ست الكل. اهلا، وحشتيني حبيبتي. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. امال عليا فين؟ زمانها جاي. ده انا حاولت اكلمها بس تليفوني شحن رصيد، ما لحقتش اشحن. خدي بقى كل الموزه دي. انا قادره اكل موز يا لولا ولا يا شيخه. شكلك احسن النهارده. الحمد لله على كل شيء. بعدين انت دخلتي ازاي ومعاد الزياره لسه ما جاش في المستشفى؟ بس عليكي، وانا بغلب برضو. ربنا يخليكي لي يا حبيبتي، وما احرمنيش منك ابدا، ويرزقك بابن الحلال اللي يسعدك ويهنيك يا رب. ابن حلال ايه بس يا خالتي؟ هيجي منين واحنا مرميين في الحاره؟ وبعدين ده لو جه هيطفش من وش نبيله. يا بنت ما تقوليش كده، ده كلام. ربنا بكره يرزقك بابن الحلال اللي يخبز لك العيش وتعيشي في احلى عيشه يا حبيبتي. نبى الله يستورك غيري السيره دي، بتشائم. عارفه يا بنت يا ليلى، انت لو تفردي وشك شويه كده ولسانك دوت تلميه شويه، يا لهوي على العرسان اللي هتجيلك قد كده، مش هتلحقي. لساني الطويل ده يا خالتي ما كنتش عرفت ادخلك. الدنيا دلوقتي مش عايزه الطيب اللي يداس بالرجلين، عايزه المقاوحه والمعفره. يلا الحمد لله ان احنا عايشين. انا هسيبك بقى عشان لازم امشي. هتمشي فين؟ هبقى اسال عليكي. لا يا اختي، اسالي عليا في البيت. انا ناويه اخرج النهارده من المستشفى، انا زهقت خلاص يا ليلى. اختي يا حلوه يا موزه يا قمر، هاتي موزه. حبيبتي الف سلامه عليكي. مع السلامه يا حبيبتي. السلامه. Very nice. Thank you. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير حضرتك. ليلى. بونجور يا مدام. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. على فكره يا منى، ليلى دي اختراع. بالمناسبه انا بحب اشوفك دايما الصبح وبسال عليك كتير. مراد انا قعد سألت عليك العافية يا مراد بيه. سألت علي العافية دي معناها حاجة كويسة؟ سألت عليك العافية يعني العافية والخير والصحة دقوا بابك وكانوا جارك. ده معنى حلو قوي. مش بقولك يا منى، ليلى دي عليها كلام عالمي عالمي، أنا عشان كده بحب أسمعها. طب اعملي لمراد فنجان قهوة ولا عايزة يزعل منك؟ حالا. طيبة قوي البنت دي. سيبك منها بقى وخلينا في الشغل. عايزك تسافر الأسبوع ده ضروري، في حاجات كتير احنا محتاجينها. لا 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 منى، أنا ماليش مزاج أسافر الأيام دي خالص،
وبعدين انا لسه راجع من باريس ما بقاليش يومين. انا تعبت قوي وعايزه اريح شويه. والشغل سافر انت يا حبيبتي المره دي. في حاجات انت بتفهم فيها اكتر مني. يا ستي هاتي كل اللي انت شايفاه كويس، انا واثق من ذوقك. وبعدين هو انت اول مره تسافري عشان تجيبي شغل المحل؟ انا بصراحه تعبت وعايزه اريح ونفسي اقعد على البسين ومدد رجليا وانسى كل حاجه حتى نفسي. قول كده بقى، عايز تخلص مني يا حبيبتي؟ انت معايا في كل وقت. ولعلمك بقى سفريتك دي هتخليني اشتاق لك اكتر واكتر واكتر. ماشي، اتفضل حضرتك. ميرسي يا ليلى. الله الله يا ليلى، انا بحبك عشان انت احسن واحده بتعمل قهوه في مصر. على فكره الست الشاطره بتتعرف من قهوتها. قهوتها بس. لا، ما هو لو قهوتها مظبوطه كل حاجه فيها هتبقى مظبوطه. طيب اقوم انا الحق دكتور السنان. اوكي، وانا هراجع الحسابات لحد ما ترجعي. تمام، باي. مع السلامه. باي. هتسافر؟ أجلت سفري، عندي شوية حاجات هنا لازم أعملهم. طب بقول لك إيه؟ أنا كنت عايزة أطلب منك حاجة ويا ريت ما تقولش لأ. أنا بصراحة كده عايزة أشتغل معاك. أشتغلي معايا إيه؟ مش أنت قلت لي إنك تاجر وإن التجارة مكسبها حلو وإنك بتتاجر في حاجات مضمونة؟ آه. طب خلاص شغلني معاك. أيوة، يعني هتشتغلي معايا إيه؟ أنت بتفهمي إيه في شغل عشان تشتغلي؟ اللي انت هتقولي عليها انا هعمله، وانا بصراحه شاطره جدا وبفهم بسرعه ومفيش حاجه معرفش اتعلمها. انت بس قولي الطريق فين وحط رجلي وانا هجري زي الرهوان. انت قلتي ان معاكي بكالوريوس تجاره صح؟ اه، بكالوريوس تجاره. طيب انت هتشتغلي معايا في المكتب، انا كده كده محتاج سكرتيره. تتعودي على مود الشغل وتعرفي احنا بنشتغل في ايه بالظبط لحد ما نشوف لك انت هتعملي ايه بالظبط يعني. وعلى فكره انا فتحت لاين جديد في خط المقاولات يعني وكده. وانا موافقه واعتبرني اشتغلت معاك. ايه وراك حاجه ولا ايه؟ عندي ميعاد مهم جدا في الجمارك متاخر عليه قوي. طب اجي معاك؟ لا ملوش لازمه يعني. بصي، ده الكارت بتاعي في عنوان الشركه، تيجي بكره الصبح عشان تستلمي شغل. ايه مالك؟ بفكر. واخدني كده على السريع في كل حاجه وعلى الحامي، يا ترى ليه؟ عجبتيني. مش فاهمه يعني. بص يا سلمى، انا راجل ما بحبش اللف ولا الدوران. انا راجل ابن سوق. وسوق علمني ان البضاعه الحلوه بتتباع وليها زبونها. وانا لما قعدت معاكي واتكلمت بصراحه حسيت انك بنت جدعه وبنت ناس. ده غير طبعا انك زي القمر. ايوه بس انا مش فاهمه حاجه. لا يا سلمى بقى، افهمي اللي تفهميه. الكارت معاك اهو، تيجي بكره الصبح عشان تستلمي شغلك. ماشي، ما تتاخريش، خلي بالك انا الشغل عندي ما فيهوش ياما ارحميني. انت فاهمه ولا لا؟ سلمى انت هتضطري تاخدي تاكسي النهارده لان انا متاخر على الميعاد بتاعي جدا. متر، انا محاسب هناك بقى. على اذنك. شكل حضرتك عايز فنجان قهوه تاني، ولا اقول لحضرتك انا هطلب لك اكل؟ ليلى، انت مبسوطه معانا هنا؟ ده سؤال يا مراد بيه؟ طبعا مبسوطه، امال بقالي سنين بشتغل معاكوا ليه؟ ما اكيد مبسوطه. هو
شكل حضرتك كده يعني متضايق من حاجة، تكونش زعلان من منى هانم؟ بس والله منى هانم طيبة قوي، بس أنا أصلي كنت أسمع إن المتجوزين بيبقوا دايماً كده في قروس بعض، على طول بيتخانقوا. بصراحة منى دي بقت مملة قوي. لا والله العظيم طيبة قوي. طب ما أنا طيب وأنت كمان طيبة، ده معناه إن أنا أستحملها؟ خالص. النبي يا مراد، يعني كده شكلك كده بتلعب بديلك، لا مؤاخذة. بصراحة أنا نفسي. أنا أصلي ما أحبش النكد ولا الوش الكشر، وقلت لها 100 مرة، قلت لها 100 مرة أنا راجل بتاع مزاج، أحب الوش الحلو والكلمة الحلوة والبنت الحلوة الجميلة. طب والله العظيم منى هانم دي قمر، دي قمر، ده أنا عمري في حياتي ما شفت ست في حلاوتها وفرقتها وجمالها وشياكتها. أنا بقى شفت. مين؟ أنتِ. على فكرة لو سألت عليا قولي لها إني روحت. ها؟